يستعد مسرح الطليعة خلال أيام لاستقبال العرض المسرحي الجديد باب عشق، والمقرر إقامته على خشبة مسرح قاعة زكي طليمات. مسرحية باب عشق من تأليف إبراهيم الحسيني، وهو النص الفائز بجائزة ساويرس الثقافية في تأليف المسرحية لعام 2021 وإخراج الفنان حسن الوزير. لمزيد من المعلومات ينضم إلينا عبر الهاتف المخرج المسرحي الأستاذ عادل حسان، مدير مسرح الطليعة. أهلا بك يا أستاذ عادل. أهلا بك يا دكتور محمد، أهلا بحضرتك. كلمنا أكتر عن العرض المسرحي القادم باب عشق. والله أنا أول ما تم إعلان جوائز ساويرس في التأليف المسرحي في 21 وتم إعلان باب عشق النص الفائز بالجائزة الأولى، اتصلت على طول بالكاتب الصديق الكاتب المسرحي الكبير الأستاذ إبراهيم الحسيني، وقلت له إبراهيم ممكن أستأذنك تبعت لي نسخة أقرأ هذا النص. وفعلا قريت النص، وبعدها بحوالي أسبوع كلمت الأستاذ إبراهيم وقلت له أنا محتاج أنتج هذا العمل في مسرح الطليعة. فإبراهيم الحقيقة رحب جدا وقال لي طبعا ويلا، وبدأت من هنا أفكر في اختيار المخرج اللي يبقى ملائم لهذه النوعية من النصوص. فكرت الحقيقة في الأستاذ حسن الوزير، كلمته. الأستاذ حسن الوزير طبعا مخرج من مخرجين الكبار اللي سبق تقديم عدد كبير من العروض المسرحية كمخرج سواء في الثقافة الجماهيرية أو في مركز الهناجر للفنون، وتحديدا أنه كان أول مخرج مثلا في مصر يقدم طقوس الإشارات والتحولات للكاتب الراحل الكبير سعد الله ونوس في مركز الهناجر، وكانت أولى بطولات خالد الصاوي وخالد صالح وسوسن بدر وكتير الحقيقة من الأعمال. أستاذ حسن الحقيقة بعد حوالي 10 أيام يعني تلقيت اتصال تليفوني منه، قال لي عادل أنا قريت النص ومتحمس لإخراجه، بشكرك على ترشيح هذا العمل، وأنا كل اللي بطلبه منك إنك ترتب لي جلسات عمل مع إبراهيم الحسيني المؤلف. حصل فعلا، استدعيت الأستاذ إبراهيم والأستاذ حسن في مسرح الطليعة، وتم عقد أكتر من لقاء، ثم سبتهم بقى لغاية لما الأستاذ حسن الوزير رجع لي مرة تانية ومعاه نسخة العرض اللي حاليا يعني حضرتك بتكلمني هم يعني الان يعني بيقوموا بتسجيل الاغنيات والموسيقى التصويريه للعمل. ان شاء الله خلال ايام يتم افتتاح العرض. احنا اعلنا طبعا عن بدء بروفات هذا العمل في مؤتمر الصحفي اللي تم عقده في المسرح القومي في يناير مطلع 23، لما الاستاذ خالد جلال الحقيقه اطلق على هذا العام 23 عام جديد ومسرح جديد. ومسرح الطليعة الحقيقة يعني طول الوقت ملتزم بتنفيذ خطته حسب ما يتم الإعلان عنها. يعني دي حقيقة يا أستاذ عادل. الحقيقة احنا يعني هنكتفي بالتشويق ده للعرض، لكن أنا من دلوقتي بقول يعني بعزم نفسي على عرض هذه المسرحية علشان نوثق هذا الإبداع والجهد لمسرح الطليعة. أنا بشكرك جدا المخرج المسرحي القدير الأستاذ عادل حسام مدير مسرح الطليعة، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة. أنا